الموضوع ده مراعي جدا في المهرجان السنه دي، وبالنسبه يعني بالتاكيد بالنسبه للاطفال المصريين، لان احنا اعلنا عن مسابقه عن طريق المركز عن الابداع المرتبط بالثوره. مش قادره اقول لك جالنا كم قد ايه من الرسومات ومن الشعر ومن القصه القصيره ومن المسرحيه هنعرض ده على هامش المهرجان. كذلك الاطفال عندهم برضو، كل الناس بقت بتصور حاجات بالموبايل، عملوا افلام قصيره تسجيليه عن طريق الموبايل، عاملين حاجات كلها مرتبطه عن الثوره. الاغنيه اللي هي فيها الشعار عالم الاطفال يتغير، الأغنية نفسها من كلمات فتحي الجندي، والأغنية ممكن أقول إنها بتعبر جدا عن الثورة وروح الثورة. طبعا أعتقد إن هو المهرجان إن شاء الله هيبقى مختلف. إحنا المركز القومي لثقافة الطفل اللي تم إسناد المهرجان إليه للتنظيم هذا العام، إحنا ما بنجي جايين نهد، إحنا جهة ثقافية، فإحنا جايين نبني. مش ممكن هنلغي تاريخ كما هو سائد وشائع دائما عند الجميع إن أي درجة جديدة بتيجي تلغي القديم. لا، إحنا بالعكس السنة دي بنقدم كتاب ذاكرة المهرجان في عام 2021، بنقول كل اللي حصل في العشرين سنة اللي فاتت، ومن هنا بنبتدي ننطلق لقدام، يعني نشوف إن الآخرين وصلوا لحد فين، نبتدي ننطلق منهم، وبالتالي قدرنا نفتح في أكثر من وجه ثقافي وفني في أكثر من مكان بطريقة مختلفة. طبعا بالنسبة لنا إحنا في الربيع العربي اتغير، إنه الطفل ابتدى يحس إنه داخل عصر جديد، إنه طبعا ابتدى يفهم يعني إيه حرية ويعني إيه ديمقراطية ويعني إيه يقول رأيه. الأطفال بتسأل عن يعني انتخابات، يعني يمكن أنا عشان بشتغل في الجامعة فابتديت أحس إنه الشباب بقى أكثر وعيا وبقى عنده جرأة أكتر في إنه يطالب بحقوقه. وفي نفس الوقت أنا مبهورة جدا بأنه بقى في شباب جميل جدا ومسؤول جدا وفعلا المستقبل بتاعهم إن شاء الله. لأول مرة من 20 سنة بيقيم المركز القومي لثقافة الطفل مهرجان سينما الأطفال. الدورة هذا العام تحت شعار عالم الأطفال يتغير، في عندنا مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية، مجموعة من الندوات اللي كلها بتناقش قضايا الطفل والسينما، عندنا مجموعة من الورش الفنية شارك فيها مجموعة كبيرة من الجهات والدول الأجنبية والعربية زي الهند واليونان، في عندنا سوق خيري بيتعرض فيه مجموعة من الجمعيات الخيرية معروضاتها، عندنا سوق خيري هنكون في الأوبرا وفي الحديقة الثقافية. لأول مرة ان احنا بنعمل أنشطة موازية في الأوبرا وفي الحديقة الثقافية. في عندنا لأول مرة في المهرجان سوق الفيلم، مشارك معنا السنة دي 10 شركات. ان شاء الله السنة الجاية لو في نصيب ان المركز يعمل المهرجان هيكون في عدد اكبر من هذه الشركات. في عندنا لاول مره برضو ضيف شرف، والسنه دي هيكون عندنا ضيف شرف المهرجان هي اليونان. في عندنا منظمه اسيفا بتشارك معنا بجائزه، بتشارك معنا في ندوه اسيفا في 50 عام. عملنا السنه دي لاول مره مطبوعه جديده وهي ذاكره المهرجان خلال 20 سنه.